في ماي كل ما فيه ما في ماي كل سوري قول في ماي عشان الاونلاين اوكي يمكن مش شغال مش عارفه تيجي شي عبد الرحيم طيب مساء الخير جميعا واهلا وسهلا بكم في المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي ويعني مناسبة حلوة ان احنا نجتمع سويا النهاردة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 من مايو من كل عام فبرحب بكم ويعني وبشكركم على الحضور في مساء الخميس فاعتقد يعني هذا دليل الحرص على يعني اللقاء المميز الذي سنكون فيه اليوم معا زي ما ذكرت الحقيقة أن اليوم العالمي للمتاحف السنة من عام 1978 وتم الاحتفال به يعني بشكل سنوي وهذا العام الاحتفال يعني يأتي تحت شعار المتاحف والاستدامة والرفاهية فالحقيقة إحنا بالرغم من أن المتاحف قد لا تقع يعني مباشرة تحت ما يطلق عليه يعني اهتمامات المركز بما أن المركز طبعا تركيزه الأساسي هو التعامل مع اتفاقية 1972 للتراث العالمي لكن المتاحف في حد ذاتها بتلعب دور كبير جدا والمركز حريص كل الحرص على أن يكون يعني لكل موقع للتراث العالمي متحف يحكي ويسرد روايته والحقيقة أنا أفتخر أن أنا نعمل هنا في مملكة البحرين وأن موقع التراث العالمي موقع قلعة البحرين يعني هو من المتحف الذي يعني تم بناؤه لسرد رواية موقع قلعة البحرين من أهم المتاحف في البحرين وإن كنت أقول أنه من أهم وأجمل المتاحف في المنطقة العربية طبعا معنا دكتور منير وهو يعني له دور كبير في هذا الموضوع وأيضا يعني أذكر طبعا تحديدا الدور الكبير الذي لعبته معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة في سن فكرة الاستثمار في الثقافة وفي لأن عملية إنشاء المتاحف هي عملية مكلفة للغاية وقد يكون يعني الكشف عن الأثر وإدراجه لكن أن يكون هناك متحفا يروي رواية هذا المكان بطريقة فعالة بطريقة تفاعلية طبعا هذا يعني عبء مالي كبير يقع على الدول ولذا يعني أنا يعني فخورة إنه مملكة البحرين يعني استنت هذا العرف لفكرة الاستثمار في الثقافة أو ما يعرف باسم البي بي بي أو الشراكة مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن خلال هذه الشراكة تم إنشاء متحف موقع قلعة البحرين ليسرد رواية هذا المكان ومن ثم فأنا الحقيقة يعني أود أن أذكر في عجالة علاقة المواقع التراث العالمي بفكرة المتاحف فيعني المتاحف طبعا غير أنها بتكون موقع لسرد هذا التراث بطريقة تفصيلية ربما حساسية الموقع أوكي حساسية الموقع تمنع الزوار من أنهم يتواجدوا عليه بشكل دائم تمنع أن أنا أحط يعني installations أو يعني يكون عندي وسيلة لرواية هذا المكان بطريقة تفاعلية ومن ثم وجود متاحف في مواقع التراث العالمي هي يعني أداة فاعلة جدا لرواية هذا المكان وهي أيضا يعني نواة لما يطلق عليه الاقتصاد التراثي إنها بتحرك بيكون عندي فرصة لإيجاد وظائف لإيجاد مقهى صغير ملتصق به لإيجاد وسيلة لبيع الحرف اليدوية التي لها علاقة بالمكان فبيكون هو المكان اللي ربما لدي القدرة على أني أتعامل معاه بأريحية أكثر من حساسية هذا الموقع التراث الخاص وبالتالي يمكن أن أتعامل معه بطريقة مطولة وفي بعض الأحيان هي وجدت بعض النماذج الفريدة يعني مثلا في بريطانيا أن في بعض الأحيان يعني يعملوا المرء موقع الزوار أو المتحف المنتسق شديد الجاذبية بهدف أن أنا فقط من يذهب إلى الموقع الأثري هو فقط فعلا المعني والمهتم بشكل أساسي وبالتالي يعني أرفع من عبء الضغوط البشرية على المواقع التراث العالمي وأحد أيضا من فكرة يعني تأثيرات الانبعاثات الكربونية أو ثاني أكسيد الكربون اللي طبعا يؤثر بحكم
تزايد عدد الزوار او قرب الحافلات من المواقع دي، فربما وجود المتحف كعنصر جذب اساسي للمواقع التراثيه ومن ثم الذهاب الى الموقع الاصلي ويكون الشخص او الزائر لديه معرفه وفهم حقيقي عن طبيعه هذا الموقع قبل ان يذهب لزيارته، هو يعني احد الحقيقه الأحلام التي نأمل أنها تكون موجودة في كل موقع من مواقع التراث العالمي. طبعاً المواقع المتاحف أيضاً لها دور كبير في العملية التعليمية وفي إشراك المجتمع المحلي، والحقيقة أشكر الزميلة المهندسة الخنساء لأنها يعني طلعت لنا بعض الإحصائيات يعني المثير الانترستينج على عدد المتاحف في المنطقة العربية التي يصل حالياً عددها إلى قرابة 103,000 متحف على كل الدول في كل المنطقة العربية. ومنظمة الأليسكو الحقيقة يعني كمان أعدت إحصائية فريدة في أنها ربطت عدد المواقع بنسبتها إلى المليون ساكن، وطبعا ممكن نحاول نخمن سويا يعني أنهي أكبر دولة عربية لديها، تخمين مش هيطلع مظبوط يعني لأن أنا برضو خمنت وطلع غلط. فالحقيقة يعني نسبة المتاحف إلى السكان حاليا في الوقت الحالي المملكة العربية السعودية هي أعلى نسبة بالعدد المتاحف بالنسبة لعدد السكان في المنطقة، وتليها طبعا تونس ومن ثم فلسطين والأردن. فنأمل طبعا أن يكون هناك يعني نمو في هذا العمل المتحفي وأن يكون للمركز دور فاعل في دعم مواقع التراث العالمي في إنشاء مثل هذه المتاحف. الحقيقة أنا بس حبيت يعني أعرج سريعاً على فكرة اليوم العالمي للمتاحف، ومن ثم يعني مش عايزة أخد من وقتكم كتير لأن هناك من هو قادر على التحدث على هذا الأمر أفضل مني، ويعني يسعدنا كثيراً أن يكون اليوم محاضرنا الدكتور علي تعيمان أستاذ الآثار بجامعة حائل، وهو أيضاً قد كلف من قبل بمنصب نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في الجمهورية اليمنية، هو عالم أثري ويعني لديه الكثير مما يضيف إلينا الآن. نحتفل معه أيضاً بتسجيل موقع معالم مملكة سبأ بمحافظة مأرب على قائمة التراث العالمي في هذا العام مؤخراً، وإن كانت يعني أدرجت على قائمة الخطر لكن هذا يساعدنا أكثر على تسليط الضوء عليها والعمل على الاهتمام بها بشكل أكثر. يعني السيرة الذاتية للدكتور علي هي ذاخرة الحقيقة، لكني أعتقد أنه يعني ما سيطرحه علينا سيعبر عن سيرته الذاتية بشكل أفضل. وأشكرك دكتور علي على وجودك معنا اليوم، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نسمع سويا مداخلات حضرتك على هذا الموقع الهام. شكرا جزيلا. أنا بس عن تكلم بحاول إني أقعد مدام الدكتورة قدمت. بداية مساء الخير الجميع، وأنا سعيد جدا حقيقة أن أكون بينكم في هذا المساء الجميل إن شاء الله تعالى، أن نلقي على مسامعكم محاضرة عن أحد الممالك العربية القديمة وهي مملكة سبأ. نشكر لكم حضوركم وتجشمكم بعضكم عناء السفر وهو من خارج البحرين الحبيبة، وحقيقة الحضور يعني يشرفنا ويسعدنا ذلك. ونبدأ إن شاء الله تعالى بداية بالشكر الجزيل للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين برئاسة الدكتورة هبة عبد العزيز ونائبها اللي هو الشيخ إبراهيم الخليفة وجميع طاقم المركز الذين لا يتوانون لحظة واحدة عن تقديم ويد العون لأي مواقع عربية في وطننا العربي الكبير. ولنا تجربة حقيقة في وقوفهم وفي مساعدتهم وفي إمدادنا أيضا ببعض من الخبراء في مجال أو في موضوع تسجيل مواقع ومعالم مملكة سبأ تراث عالمي. قد لا يخفى على الجميع مملكة سبأ وما تحويه من إرث تاريخي عظيم يمتد جذوره لآلاف السنين. اليوم إن شاء الله تعالى أو الليلة هذه المباركة إن شاء الله راح نبحر نحن وإياكم في أعماق التاريخ لنذهب إلى ما قبل تقريبا 2000 سنة ما قبل الميلاد، مع 2000 سنة الميلادية تقريبا لحوالي 3800 سنة ما قبل التاريخ من الحاضر.
مملكة سبا من أحد الممالك العربية القديمة التي ظهرت ونشأت في جنوب الجزيرة العربية اليمن، وعلى وجه الخصوص في مأرب. ثالثاً أيضاً بنتحدث في بداية البرزنتيشن بآية قرآنية: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهذا هي في تفسير القرآن الكريم، هو أحد المصادر السماوية التي نؤمن بها قطعياً يعني فيما ورد فيها، وأيضاً ورد كثير لسبأ في المصادر الدينية المقدسة الأخرى، وهي هذه الآية القرآنية تعبر عن الهدهد، وهو أحد الطيور التي كانت مسخرة لنبي الله سليمان بن داود في بحثه عن من موجودين في الأرض في تلك الفترة، وكان من بينها مملكة سبا التي عاصرت نبي الله سليمان بن داود في بيت المقدس في بلاد الشام. وقد كان من بين الطيور التي لم يجدها هو الهدهد، وقال فيما معنى القرآن الكريم لا معنى القرآن الكريم أن يعاقبه، ولكن باللسان القرآن الكريم قال: حط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وأنا الليلة هذه سأتيكم إن شاء الله ببعض من هذه الأنباء وعن عن عن, عن سرد التاريخي لمملكة سبأ العظيمة. وهذا الشكر والتقدير أيضا لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا، وايضا لما يقدمون لتراث عالي مره اخرى، وممثله ايضا مركز الدكتور هبه والدكتور والشيخ ابراهيم وجميع طاقم المركز. راح نبدا يعني ولا يخفى عليكم موقع مملكه سبا في على مستوى اللي هو الخريطه العالميه لليمن في هذه المنطقه اللي جنوب الجزيره العربيه، وبالتحديد ايضا تقع على مفترق فيما بين البحر الأحمر وأيضا البحر العربي، وكان لها دور كبير الموقع الاستراتيجي الهام في أن تكون أحد مراكز الجذب للاستيطان البشري منذ عصور موقعها في القدم، قد تصل إلى تقريبا العصر الحجري الحديث والعصر الحجري النحاسي والعصر البرونزي، وصولا إلى عصور الممالك العربية القديمة التي أهلت لبروز وظهور الممالك، ومن أبرزها أيضا مملكة سبا. تقع مملكة سبا في مأرب، ومأرب أيضا تقع في وسط اليمن في المنطقة الفاصلة فيما بين إقليم المرتفعات في اللي هو صنعاء وما حولها، وتقع مأرب في هذه الخريطة التي تلاحظها باللون الأحمر، وهي المنطقة الفاصلة فيما بين المنطقة الصحراوية وما بين المنطقة الجبلية في بلاد اليمن، وبالتالي تصبح كل الأودية التي تصب فيها مياه الأمطار تنزل بكل ما تحمله من كميات كبيرة من المياه إلى أن تصب في هذا الحوض، وهو الذي أهل لأن تكون مملكة سبا في هذا المكان، والذي قد عرف أيضا باسم ميزاب اليمن الشرقي في المصادر التي تحدثت عن هذا الجانب، بأن مأرب أنها هي ميزاب اليمن الشرقي. وعند الميزاب يعني لعلكم تعرفوا ما معنى الميزاب، وهو المكان الذي تنساب فيه المياه بقوة، وخاصة له في مواسم الأمطار، وكبروا التسمية لأن يكون اللي هو مأرب يعني ميزاب اليمن الشرقي. تقع جميع المواقع التي تم تسجيلها على لائحة التراث العالمي، ولكن للأسف الشديد أنها سجلت على قائمة الخطر، وإن شاء الله تعالى قريبا يزال عنها هذا الخطر وتصبح من بين المواقع التي ستكون من بين في القائمة الخارجة عن قائمة الخطر. بلا شك الملف أخذ فترة طويلة يعني بالتسجيل، ونعرف ما تمر به البلد من أحداث، وأيضا الدراسة الميدانية، والذي كنت رئيسا للفريق في هذا الجانب في الميدان علينا الكثير، ولكن من هذا المنطلق نشكر حقيقة حكومتنا وممثلة أيضا برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثقافة أيضا ومحافظ مأرب آنذاك الآن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، على كل التسهيلات الذين قدموها في إجراء تسهيل مهمة الفريق في العمل الميداني الشاق. هذه هي المواقع كما لاحظنا قبل قليل بأن هذه الخريطة هي التي تحوي محافظة مأرب، ولكن المواقع ليست بشكل عام متجمعة مع عدد التي موجودة في الواحة، وهي 6 مواقع. أما الموقع الآخر فهي مدينة صرواح القديمة، وهي العاصمة الأولى لمملكة سبا. وأيضا مأرب تقع على بعد 173 كيلومتر إلى جهة الشرق من صنعاء. هذا السكيل مقياس الرسم لمقياس الخريطة للامتداد ما بين اللي هو مأرب وما بين العاصمة صنعاء. تلاحظوا أمامكم الآن المواقع التي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي. تم الاجتماع في بداية تمهيد الفكرة التي كانت بذرة، ثم
صارت شجرة ثم أصبحت ثمرة ولله الحمد في التسهيل. وتم الاتفاق مع الزملاء في الفريق ومع أيضا سفارتنا باليونسكو ومع وزارة الثقافة بأن تسجل منشأة ري مدن ومعابد ومنشأة ري. من أبرز المدن وهي المدينتان مأرب ومدينة صرواح عاصمة مملكة سبا، وأيضا من بين المعابد التي سجلت معبد أوام ومعبد برآن ومنشأة الري سد مأرب القديم وسد جفينة. سد جفينة قد ربما أنه لا ليس له صيت ولم تتناقله الأخبار العرب ولم تتناقله المصادر بشكل كبير، ولكنه أحد منشآت الري التي رفضت سد مأرب، وإن شاء الله تعالى نأتي للتفصيل. طبعا لمن أحب الاطلاع هذه المواقع، الموقع الأول في القائمة مدينة مأرب، يليه معبد أوام، معبد برآن، سد مأرب القديم. سد مأرب القديم ثلاثة مواقع التي سجلت: سد مأرب القديم المصرف الشمالي، وأيضا أو الصدف، يعني الصدف بمعنى اللي هو واجهة الجبل المتقدمة قليلا ويسمى الصدف في اللغة، هنا أيضا الصدف الجنوبي، وهنا سد جفينة أيضا يتبع سد مأرب، وهنا مدينة صرواح. جاء هذا الترتيب بناء على الموقع الجغرافي، بينما مدينة صرواح هي مدينة تضاهي أيضا مدينة مأرب وهي بين العواصم مملكة سبا، ولكن هذا الترتيب على حسب قربها الموقع الجغرافي. أيضا هذه المساحة بالهكتار للمواقع التي تم تسجيلها. أيضا راح نبدأ في البدو به وهي مدينة مأرب وهي عاصمة مملكة سبا. طبعا كما تلاحظوا الآن في هذه الدائرة هي مدينة مأرب والتل المرتفع الذي لازال هو المتبقي حاليا من المدينة التقليدية التي بنيت على أنقاض مملكة سبا القديمة. هذا هو وادي دنا الذي سد عليه الذي أقيم عليه سد مأرب القديم، وهذه هي المدينة التي كانت تقع على الجنة الشمالية، كما ورد يعني جنتين ذوات أكل وخمط وشيء من سدر قليل كما هو في القرآن الكريم. والجنة الشمالية هي التي تقع فيها المدينة وما حولها، مدينة مأرب القديمة طبعا. أما الجنة الجنوبية وهي التي وردت في النقوش أيضا إلى جانب مصدر القرآن الكريم بمعنى يسرا، في النقوش وردت بمعنى يسرا، وهي التي تحوي المعابد وتحوي الكثير من المعالم التاريخية. هذا هو المدينة بشكل مقرب، وهذه المدينة من صورة أخرى ومن زاوية أخرى. أيضا هذه مدينة مأرب كما تلاحظوا الخط الإسفلتي القديم، كما نعرف أن مدينة مأرب القديمة تقع على ارتفاع حوالي 20 متر، على المساحة تقدر بحوالي 4 كيلو متر مربع. 4 كيلو متر مربع قدروا هذه المساحة أنها أصغر، ولكن 4 كيلو متر مربع هو بناء على التحديد الجغرافي لسور المدينة القديم. وقد زار المدينة في وقت مبكر من خمسينيات القرن العشرين الدكتور أحمد فخري والدكتور جلازر أيضا زار المدينة، وهناك تتالت الزيارات لمدينة مأرب من بين العلماء والخبراء في مجال الأثار. حددوا أسوار المدينة قبل أن تأتي التقنية الحديثة وهي عدوة التراث التي طمست الكثير من المعالم الأثرية في جميع أنحاء العالم، ولكن الفترة التقليدية قبل وصول الآلات الحديثة وقبل وصول التقنية الحديثة ما زالت المعالم الأثرية على ما تركها الإنسان منذ آلاف السنين، ولكن الفترة المتأخرة تعرضت للكثير وهو ما راح نتحدث فيه أيضا في جانب الحماية للمواقع الأثرية. طبعا هذه الصورة هي قديمة، ولكن مع الأحداث الفترة الأخيرة وبعد أن هجرت المدينة بعضها قد تعرض للتدمير في الفترة المتأخرة. طبعا من خلال الفترات الاستيطانية في المدينة أنها أجرت البعثة الألمانية حفريات أو مجسات اختبارية يسمى، وصلت إلى طبقات حوالي 15 إلى 35 متر، ولا زالت الطبقات الاستيطانية موجودة، وهذه دلالة على أن الإنسان قد بدأ في التمركز أو بدأ في الاستيطان في المدينة منذ وقت مبكر. وكان المدينة سور محيطي، يقدر هذا السور بحوالي اللي هو 14 وانت اللي هو 7 تقريبا، ويحوي بداخله على الكثير من المعابد والمباني ذات القيم الحضارية التاريخية. كيف نعرف أن هناك معابد وهي لا زالت مطمورة؟ تجيب عليها النقوش التي تم اكتشافها في معابد أخرى وهي معبد أوام وبرآن، على أن المدينة كانت تحوي الكثير من المعابد وتحوي أسرار كثيرة عن تاريخ العرب بشكل عام واليمن على وجه الخصوص. هذه المدينة ما زالت تحت الأنقاض وهي مملكة سبا، وتحتاج إلى جهد كبير جدا لكشف هذه الكشف عن أسرار هذه المدينة وسد حلقات مفقودة وفجوات في التاريخ العربي القديم، وإن شاء الله تعالى هذا ما نأمله مستقبلا أن يتم بإذن الله تعالى. أيضا المدينة لها سور محيطي، وهذه هي الأسوار المتبقية من جزء من العمل الميداني الذي عملنا عليه في المدينة. ولو تلاحظوا هذا هو وادي دنه الذي أقيم عليه السد في 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 المنطقة الغربية من المدينة، ولكن مع مرور تغير مجرى سيل وادي دنه بدأ يأكل السور المحيط بالمدينة، وهذا ما أدى إلى انهيار أجزاء منه، ولا زالت هذه الأجزاء. نعرف أن المواد البناء
بدأ الإنسان في العصر التقليدي بداية ظهور التقنية باستخدام هذه الأحجار الجميلة في استخراجها من الواجهات وإعادة تدويرها وبنائها في منشآت حديثة، وهذا ما أثر كثير على المدينة وعلى سورها وعلى أجزاء كبيرة من معالمها المعمارية عفوا ايضا. وهذا هو جزء ايضا ما تبقى من احد الابراج، وهي الابراج الجنوبيه لمدينه لسور مدينه مأرب القديمه، ودلاله على ان ارتفاعها يصل الى حوالي 13 متر عن مستوى سطح الارض، وهذه ما زالت طبقات مطموره بالطمي، وهذه دلاله على ان هناك طبقات اسفل من هذه الطبقه التي تلاحظها الان على ارتفاع اكثر من حوالي 13 الى 14 متر عن مستوى سطح الارض ومستوى الاسفل من وادينا. تم استخدام ايضا الصخور البركانيه في الاساسات، وايضا استخدام الصخور الجيريه وهي من جبال البلق، والجبال البلق هي الجبال التي تقع في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة مأرب، وعرفت بجبل البلق الشمالي وجبل البلق الأوسط وجبل البلق الجنوبي. هذه ثلاثة الجبال هما ثلاثة التي كانت تستخرج منهما أحجار معابد ومدن مملكة سبا. كان يتم البناء على شكل سورين متقابلين من الخارج ومن الداخل، وفيما بينهم كان يتم اللي هو حشوها بمادة الحصى وما يعرف بالدبش، الحصى والأتربة ونظام الجزء من المخلفات الأشجار وغيرها. طبعا هذه هي بحث الخرائط التي عملنا عليها أثناء اللي هو عمل الملف، وتشير الدلائل التي أثبتت الميدانية إلى أن المدينة قد اختطت على أنقاض مستوطنة مبكرة الدراسات الأولية، وأنها تعود إلى حوالي الألف الثاني قبل الميلاد. الألف الثاني أي 2000 سنة ما قبل الميلاد، ونحن اليوم في 2023، زيادة عليها 2000 عام تصير 4000 عام، وهذه بناء على الدراسات الميدانية التي أكدت بأن هذه المستوطنة أو هذه المدينة قد كانوا في مكانها مستوطنة مبكرة تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد. وقدرت الدراسات الأثرية والإثنوغرافية التي تناولت أن عدد سكان هذه المدينة يصل من حوالي 30,000 إلى 40,000 نسمة تقريبا، الذين اعتمدوا على الزراعة والتجارة في مدينة مأرب. وهذا العدد في بداية الألف الأول قبل الميلاد لسكان في هذه المناطق المحيطة يعتبر عدد كبير جدا لبقائهم، وهذه بناء على المعالم الأثرية المعمارية وبناء على الدراسات التي وضحت بأن هناك مواد عضوية كان يستخدمها الإنسان، وظلت هذه المواد أو دلت على أن عدد سكانهم تصل إلى هذا العدد تقريبا. هناك أيضا معبد والذي تلاحظوه الآن، يسمى هذا المعبد وهو معبد حرونة، وهذا المعبد من بين المعابد المشهورة، ربما أنه مخفى كثير عن الدراسات، ولكن إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام لنا دراسات عنه سيظهر بشكل يليق بمكانة هذا المعبد قديما. هذا المعبد هو الذي بني على أنقاضه مسجد اليوم، ويعرف هذا المسجد بمسجد سليمان. هذا المسجد عليه نقش تأسيسي في المحراب، وهو يعتبر للفترة الإسلامية المتوسطة، وقد عرف هذا النقش باسم سليمان الكاتب النقش مؤسس المسجد على أنقاض معبد حرونة. لو تلاحظوا المعبد له 8 أعمدة، ربما تصل عظمة هذا المعبد إلى معبد أوام، لأن الواحة بأكملها نسميها متحف مفتوح، متحف مفتوح لجميع المعالم الأثرية والتراثية التي تحوي عن مملكة سبا. ولكن من التصحيح للمسجد، منهم من يرى من العوام وبعض من الباحثين الذين لم يتطرقوا لنقش تأسيسه في المحراب بأنه مسجد سليمان نسبة إلى سليمان من داود نبي الله، ولكن المسجد هو شخص اسمه سليمان قام ببناء وتأسيس المسجد عندما كانت المدينة مستقرة في أواسط العصر الإسلامي الذي يعيش فيه، يعني العصر الإسلامي من القرن السادس وما بعد، متوسط العصر الإسلامي القرن السادس الهجري. طبعا نحن في 1400 اليوم، و600 هجرية تعتبر لمنتصف القرن، منتصف الفترة الإسلامية. وظل هذا المسجد أيضا باستمرارية ترميمه وإعادة تأهيله حتى أيام اللي هو حكم المملكة المتوكلية اليمنية، وقد كانت متخذة من مدينة مأرب عاصمة، وكان ما يسمى بالعامل اللي هو عامل الإمام في مدينة مأرب. لم يكن هناك أي وجود لأي منشأة خارج حدود مدينة مأرب القديمة، بل بنوا أيضا الناصرة تسمى اللي في مأرب على أنقاض مدينة مأرب القديمة، وهذا الذي حفظ جزء للمدينة، وأيضا بني عليها بعض من المعالم الأثرية التراثية المبنية بالطوب اللبن.
هنا تلاحظوا هذه المعابد عن الأعمدة لهذا المعبد عن قرب، ولو نلاحظ توزيعها المسافات ما بين الأعمدة متساوية وذات تخطيط هندسي دقيق وبديع، مما يدل على أن هناك تحت أنقاض هذا المعبد يحتحو الكثير والكثير من الطبقات الأثرية التي لا زالت أيضا مطمورة وتحتاج أيضا إلى جهود في عملية الكشف عنها إن شاء الله تعالى مستقبلا. وصف أيضا هذا المعبد من 8 أعمدة وهو متشابه كثير مع معبد أوام، وهذه الدلالة على أن هذا المعبد قد بني على نفس التصميم الذي بني عليه معبد أوام، ومعبد أوام راح نأتي لأهميته إن شاء الله مستقبلا. أيضا هذا ما تبقى من المسجد اللي هو مسجد سليمان، تحدثنا عنه قبل قليل، والذي كان تلاحظ الصورة من الأعلى، هذه الصورة من الواجهة ومن زاوية مواجهة للأعمدة، وهذا ما تبقى أيضا من سقف المسجد بعد أن هجرت مدينة مأرب، بعد أن تم نقلها من مدينة الناصرة ومدينة مأرب إلى مدينة مأرب الحديثة اليوم. ونجد أن المسجد قد تم ترميمه أكثر من مرة، وكذلك في الفترة التي تحدثنا عنها وهجرت المدينة في بداية القرن الحالي، يعني لم هناك يولد أي سكان داخل المدينة منذ بداية القرن 21، هاجروا إلى داخل المدينة الحديثة. من خلال زيارتنا الميدانية، وتعرفوا كأثريين يعني نبحث عن الملتقطات السطحية على الطبقات، وجدنا بالصدف يعني كثير من القطع الفخارية، ومن خلال تقييمنا الأول لها بأنها تعود إلى فترات زمنية مختلفة، وهذه دلالة على أن المدينة قد استمرت فيها فترات وعصور زمنية مختلفة. وأيضا هناك بعض من الأدوات الحجرية المتناثرة على سطح المدينة والتي تحتاج إلى جهد وإلى حماية وإلى إدارة، بعدا عن العابثين والنابشين وأصحاب هوس الكنوز الذين يبحثون عن الآثار والتراث للأسف الشديد، والذين نشطوا وكثروا في الفترة المتأخرة. طبعا هذا جزء من السور، وهذا هو البوابة المعروفة بالبوابة الجنوبية لمدينة مأرب، ولو نلاحظ المدخل يسمى المدخل المنكسر، وهذه دلالة أن المدينة كانت تتعرض لغزوات ولحروب، وسمى هذا المدخل منكسر، بما معنى أنك تأتي من هنا تنصدم بهذا الجدار ثم تدخل تنصدم بالجدار هذا ثم تفضي إلى المدينة، وهذه دلالة على أن المدينة قد كانت ذات استحكامات حربية قوية جدا، قد صدت كثير من الغزوات. ومن أبرز الغزوات التي وصلت إلى مدينة مأرب وذكرت المصادر الكلاسيكية هو ما أورده في أيام الإمبراطور أغسطس، والذي كان غايده إليوس جاليوس، الذي وثقوا هذه الرحلة من بلاد مصر، ثم اتجهوا من شمال الجزيرة العربية، وكان معهم أحد العرب الذين كدليل. وصلت هذه الحملة، حملة القائد الروماني إلى مدينة مأرب، حيث أنها انتهت هذه الحملة الرومانية على أشبار مدينة مأرب في سنة 24 قبل الميلاد، أي قبل 2050 عام تقريبا من الفترة الذي نعيش فيها اليوم، وهذه دلالة أن المدينة ذات استحكامات حربية عظيمة قد صدت هؤلاء. ولكن الرومان كتبوا في مصادرهم الكلاسيكية بأن المدينة قد صدت الحملة الذي قاموا بها، لأنهم يريدوا أن سيطروا على ما كان يصل إليهم من أن اليمن يمن سعيد، وحقيقة يعني في تلك الفترة كان اليمن الذي يصل إليه هو الشخص السعيد لما تحويه اليمن من غطاء نباتي كثيف ومنتجات التوابل والبخور واللبان والمر، والذي كان ما يسموه الآثاريون اليوم والمؤرخون بأنه النفط القديم لممالك العربية القديمة، وهي التوابل المعروفة التي كانت تبخر بها المعابد، والمعبد له عقيدة مرتفعة جدا عن غيرها من المباني الأخرى، وكان تبخر المعابد بالبخور الذي يأتي من اليمن وخاصة من المواني الشرقية، وكان يحمل على القوافل التجارية ثم يصدر إلى العالم القديم. وكانت مدينة مأرب أيضا من بين الأهداف الذي وضعوها الرومان أن يسيطروا عليها، ولكن انتهت هذه الحملة على أشوار مدينة مأرب، وحسب ما كتبوا بأنهم قد ضربهم المرض السل وغيرها من الأمراض التي واجهوها حسب ما يتحدث عنه. وحقيقة يعني فيما معنى بعض من النقوش أنهم قد انتهوا بمواجهة وأيضا صعوبة البيئة والطقس في مدينة مأرب. راح نتحدث الآن عن طريق ربما لم يتم التطرق له، وهو طريق المواكب المقدس. طريق المواكب المقدس هو الطريق الذي يربط فيما بين مدينة مأرب القديمة، نركز ما بين مدينة مأرب القديمة، ينطلق من معبد حرونة من اللي تحدثنا عنه قبل قليل، ويربط معبد أوام قاطعا وادي ذنة، الوادي الذي أقيم عليه السد على شكل قنطرة أو جسر، وهذا موثق في هذا النقش الذي أمامكم، موثق توثيق دقيق إلى بداية اللي هو كشفت عنه البعثة الأمريكية التي اشتغلت في معبد أوام، وأيضا الريفرنس لها اللي هو مريضا أحد العلماء النقوش.
بالصادر له الرسالة البحث العلمي في 2004 وأيضا في الشكل هذا وفي الصفحة هذه. تحدث هذا بأن هناك حجيج كانوا يقومون بالحج من مدينة مأرب إلى معبد أوام، يعني يحرموا كأنهم في مدينة مأرب ويتوجهوا عبر هذا الطريق الذي كان يسمى مسبأ أوام إلى أن يصلوا إلى مدينة إلى معبد أوام، من مدينة مأرب يمتد إلى معبد أوام. وكان هذا جزء أيضا من القيمة العالمية الاستثنائية التي تم الرفع فيها للملف أثناء تسجيله كتراث عالمي، موثقة أيضا في هذا النقش، وكشفت عنه المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان في العام 2002. ويتحدث كذلك عن القادمين من الحجيج وعدم الاعتراض لهم وعقوبة من يعترضهم أو من يمسهم أو 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 أي حرمات قد تصدر أو من أي خارجين عن دين أو خارجين عن القانون في تلك الفترة. ننتقل الى 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 الطريق، وكان احنا الان نريد ان نذهب عبر هذا الطريق من مدينه مأرب. حاولت ان نضعها على جوجل ماب، من هذه مدينه مأرب، وهذا هو الوادي وادي ذنا، وياتي الطريق من هذا المكان ممتدا على بعد حوالي 4 كيلومتر الى ان يصل معبد اوان، ويسمى في النقوش مسبأ اوان بمعنى طريق اللي هو الرابط ما بين مدينه مأرب وما بين اللي هو معبد اوان. وكان أيضا عدم التعرض للحجيج، وكما ذكرنا قبل قليل، وأن من خرج من هذا المكان إلى معبد أوام فهو يعتبر محرما، لا يجوز أن يقوم بأي بقطع أشجار أو كما ورد في النقوش أو قتل حيوانات أو طيور، وكذلك عدم الاعتراض لمن يسلك هذا الطريق في موسم الحج في شهر ذو أبهي، كما ورد في النقوش بأن هناك شهر يسمى شهر ذو أبهي، هو الشهر الزمن الذي كانوا يحجوا فيه من مدينة مأرب إلى معبد أوام. غير هذا، في غير موسم شهر ذو أبهي كان يتم فيه تنصيب الملوك، ملوك مملكة سبا كان يتم تنصيبهم في هذه المدينة، ثم يذهبون إلى معبد أوام لتأدية الطقوس الدينية بعد تنصيب الملك. ويذكرنا كثير اليوم من بين الطرق التي نلاحظها في الحضارات القديمة، منها طريق بابل وطريق الكباش في مصر، وكذلك أيضا بعض من الطرق التي ظهرت في الفترة المتوسطة. ولو نلاحظ أيضا قبل فترات يعني التنصيب أيضا الملوك على سبيل المثال اللي هو الملك تشارلز اللي هو تم تنصيبه قبل أيام تقريبا، ذهب مع الطريق المعروف ما بين القصر وما بين الكنيسة، وهذه امتداد لجزء من الثقافة الدينية السياسية الإدارية التي كانت تعيشها مملكة سبا في تلك الفترة. طبعا هذا المنزل أو هذه المقر الإداري الذي كان يسكن فيه عامل الإمام أيام المملكة المتوكلي، ولكن للأسف الشديد بأنه تعرض هذا المبنى للتدمير ولم يبقى، بالرغم أنه جزء من أثار وتراث مدينة مأرب القديمة، لم تبقى منه إلا أجزاء. وهذه هي المدينة في صورة قبل التاريخ الذي احنا نتحدث عنه في انضمام مملكة سبا تراث عالمي. هذا 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 اليوم اللي هو سد مأرب، والذي وصلتني هذه الصورة قبل أيام من أحد الأخوان هواة التصوير الجوي بالدرون، أرسل لي هذه الصورة بأنها هي التي توضح علاقة واحة مأرب بالسد. هذه القناة تأتي من السد، سد مأرب القديم. نعرف أن سد مأرب القديم قد انهار أيام وصول الأحباش إلى اليمن، وآخر ترميم له سنة 575 ميلادية، وهي الفترة التي وصل إليها أبرهة الحبشي عندما كان مسيطرا على اليمن، أراد أن يهدم الكعبة، وذهب إلى أن وصل إلى الطائف وقابله أبو طالب عبد المطلب، وقال له أين ذهب؟ قال ذهب ليهدم الكعبة. قال له الكعبة لها رب يحميها وأنا رب إبلي. وهذه مقولة مشهورة عند العرب وتناقلتها الرواة، تناقلتها المصادر. في هذه الفترة هجرت اللي هو مأرب ما بعد الأحباش، وبعد الهجران تعرضت مأرب للتصحر، وأدى إلى هجرات عظيمة من سد مأرب انتشرت في أصقاع المعمورة، ولا زالت أيضا الأبحاث عن الهجرات القديمة من مأرب متواردة. ظل هذا السد متهدما لفترة من ما قبل الإسلام إلى أن قام اللي هو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه، ندعو له بالرحمة والمغفرة، بأن أعاد بناء سد مأرب القديم في أيام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بإعادة سد مأرب القديم وأيضا إنشاء القنوات التي تلاحظوها الآن. ولكن هذه القنوات هذه الأيام تدمرت بسبب الوضع الذي نعيشه، ولكن هناك جمعيات أهلية بدأت تعيد تأهيل المزارعين لقنوات هذا السد. وهذه هي القنوات، طبعا هذا أحد القنوات التي عملت أيام تم التقاول، يعني عندما الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه عندما زار مدينة مأرب تم التعاقد مع شركة تركية تسمى شركة دقوش التركية، وهي التي نفذت أعمال سد مأرب الحديث اليوم في عام 1985 للميلاد إلى الآن إحنا 23 ما بعد 2000، وقبلها حوالي اللي هو من عام 85 إلى 2000 نضيف عليها 15 سنة، ثم
اللي هو العشرين إلى اليوم هذا. ما زال السد يؤدي بكل طاقته الاستيعابية، وأيام الفيضانات السد يتم الإعطاء الأوامر لمكتب الزراعة في مأرب لجريان المياه عن طريق القنوات التي أسستها شركة دغوش تركية بتمويل من الشيخ جايد بن سلطان رحمة الله عليه. نضيف إلى ذلك الآن ننتقل من مدينة مأرب إلى مدينة صروح، وهي المدينة الثانية من بين المدن ذات الأهمية لتاريخ مملكة سبا الذي داع صيتها وتنقلت أخبارها المصادر والعرب أيضا. هذا هو المعبد، معبد أو عال صروح، وهو معبد مقدس كما ذكرت النقوش، وتعتبر صروح من بين المدن التي كان هناك لها حضور قديم في النقوش السبائية القديمة، حيث أن في مدينة صروح أطول النقوش العربية على الإطلاق، ومن أبرزها نقش النصر الكبير الذي يعرف بنقش الملك كرب الوتر أو المكرب كرب الوتر في القرن السابع قبل الميلاد. وهناك تقارب فيما بين ملك كرب الوتر أو المكرب كرب الوتر مع الملك يثع عمر، وكذلك مع الملوك الآشوريين من أمثال السرجور الثاني وسرحدون، الذين ذكروا بأن هناك علاقات كانت تربط فيما بين مملكة سبا وما بين مملكة آشور، وذكروا بأن هؤلاء الملوك قد كانوا ذو علاقات جيدة مع مملكة آشور في تلك الفترة، وهي العاصمة الثانية بعد مأرب، وكانت أحد المراكز الإدارية للدولة السبائية، والذين وثقت داخل هذه المدينة أهم النقوش السبائية على الإطلاق أو النقوش العربية المكتشفة حتى الآن على الإطلاق. هذا السور هو السور البيضاوي الخارجي لمدينة صروح، وهو جزء من معبد أو عال صروح. هذا سور المعبد الشرقي، والذي لازال إلى هذه الفترة، لأن جزء منه كان مطمور، ولحسن حظنا أن الموقع كان منزل، كان منزل وازدادت فيه الطبقات والبناء، وظلوا أهل المنزل أيام الفترة التي نهبت فيها الآثار وبني بها مواقع أخرى أو مباني حديثة تدويرها، ظل هذا المكان محمي بصاحب المنزل حتى جاءت البعثة، وتم التفاوض مع الذين كانوا ساكنين داخل هذا المعبد وأبعدوا عن المعبد وأجريت الحفريات، وراح تلاحظوا كيف أصبح المعبد. هذه صورة من زاوية أخرى للزاوية الشرقية، ويسمى هذه العمارة بما يعرف لدى المعماريين بحدوة الفرس، أي بمعنى أكثر من نصف الدائرة، أي من الاتجاه الغربي متاح، ومن هذا الاتجاه من ثلاث الاتجاهات بشكل شبه دائري. هذين النقشين هما نقش النصر الكبير، نقش النصر الكبير أو نقش النصر المعروف به نقش الملك كرب الوتر، وهذا النقش هو نقش الملك يثع عمر. هذين النقشين بينهما تقارب، هذا النقش تم الكشف عنه منذ فترات مبكرة، كشفوا عنه الأهالي اللي كانوا ساكنين داخل هذه المدينة. هذه الصورة الأولى من الداخل، والصورة الذي تسبقها هذه الصورة تعتبر من الخارج، وهذه الصورة تعتبر من الداخل. عندما بدأت الحفريات تم إزاحة الطبقات وتم الكشف عن هذا النقش، أما هذا النقش فهو يعتبر النقش الذي كان مكشوف من قبل الأهالي وكانوا يلاحظوه، وقد ذكره جيلاجر في 1878 عندما زار مدينة صروح القديم، ذكر هذا النقش وأورده في كتابه جيلاجر في نقوش. وأيضا أحمد فخري العالم المصري الذي زار في 1951 مدينة صروح ذكر بأن هذا النقش قد كان موجود وعمل له نسخ، لكن هذا النقش الذي كان مطمور حتى كشفت عنه البعثة الألمانية. طبعا عندما عملنا في الموقع كنت أحد أعضاء البعثة الألمانية المشتركة، ونحن ننقب في المدينة تم العثور على هذا النقش، وهو نقش الملك يثع عمر، وأكتشف بأن هذا النقش هو أقدم من نقش النصر الكبير الذي يسبقه تقريبا بحوالي 75 عام حسب التسلسل الكرونولوجي الزمني لملوك مملكة سبا. ايضا تم تاريخه الى حوالي 715 قبل الميلاد مع الدراسات المقارنه للنقوش المكتشفه وللحضارات الاخرى التي ذكرت الملك يثع عمر بي. وثقت تلك الاحداث ايضا في هذا النقش اللي بنتحدى عليه اللي تشير عليه له الاسوم اللي باللون الاصفر، ربما بتلاحظوا النقش لو الاضاءه تكون خافته قليل عشان الصور تضح لكم بشكل افضل. انا اودي كثير ان احنا نغوص في 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 أعماق التاريخ وكأن إحنا نعيش في تلك الفترة. نعم أوكي أيوة لا أيوة كده أي نعم. هذه المدينة الصورة اللي تحدثنا عنها قبل قليل، وهذا هو اللي هو المعبد يسمى معبد صروح، وهذا أيضا اللي هو النقشين بشكل أوضح أو بصورة اللي بتكون أوضح. أوكي
هذا المبنى الإداري للمدينة، المبنى الإداري عملت فيه البعثة الألمانية التابعة للمعهد الألماني للآثار في مدينة سلواح القديمة، ونعرف المعهد الألماني للآثار يعمل في كثير من المواقع الأثرية حول العالم، ومن بين المواقع اللي عملوا عليها في أثيوبيا في الحبشة قديما، ذكروا بأن هناك تقارب كبير فيما بين الفترة التاريخية في سلواح وما بين الجاليات التي كانت تعيش في إقليم تيغراي في الحبشة، وهذه أثبتتها النقوش، نفس النقوش الموجودة في سلواح ونفس الأدوات ونفس الأواني، وهذا دلالة على أن الفترة في تلك الفترة كان هناك تقارب كبير جدا، وأن هناك هجرات من سبا قد كانت تعيش في هذا الإقليم، وكان بينهم تقارب زمني تقارب حضاري كثير في فترات زمنية مختلفة. هذا هو المبنى، ويعتبر هذا المبنى من بين أقدم المباني في المدينة، حيث تم أخذ عينات وعيدت هذه العينات إلى القرن التاسع قبل الميلاد. قد يتساءل البعض لماذا القرن التاسع قبل الميلاد، لم نبعد أكثر. دائما ما تكون الطبقات، عندما عملنا في هذه الطبقات السفلية في السلالم الحجرية هذه اللي تلاحظوها، هذا كان قصر كبير جدا، وهذه البوابة المبنية من الحجر. أما البناء هذا الذي عانينا كثير عندما عملنا فيه بأن هذا المبنى كان من الخشب، كان يتم، وهذا في الهندسة المعمارية قد يستفيد منه زملائنا في العمارة أيضا، كان يوضع الخشب فيما بين المداميك، لو تلاحظوا فجوات الخشب نجد حريق هنا ونرتفع فوق ونجد صخرة، ونجد حريق ونجد صخرة، وهذه دلالة أنهم كانوا يوظفوا الأخشاب فيما بين الأحجار، وكلما ارتفعت العمارة كلما قل ضغطها، وكانوا يوظفوا الخشب بدلا عن الأحجار، يوظفوا الخشب بدلا عن الأحجار لغرضين، الغرض الأول لسهولة رفعها، والغرض الثاني تخفيف الضغط على المداميك السفلية في العمارة، وهذا شيء مسلم فيه. نعم، هذا هو المكان لصورة لمدينة سلواح، هذا هو المعبد، وهذا هو السور الجنوبي الغربي، هذا هو البرج المتبقي، وهذا المعبد الذي تحدثنا عنه قبل قليل اللي هو على شكل حدوة الفرس، هذا هو المبنى الإداري، وهنا فيه أيضا مرافق أخرى، وهذا المكان يعتبر هو البهو الرئيسي، وهذا مكان اللي هو الأعمدة اللي هو البهو الغربي لمعبد سلواح. ننتقل إلى موقع ثالث وهو معبد أوام أو محرم بلقيس. في كثير من العوام يطلق عليه معبد الشمس، ومنهم من يقول له محرم بلقيس. نعرج على بلقيس علميا، لن نتطرق عليها عاطفيا ولا 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 تعنصرا ولا شيء، يعني راح نتحدث عنها علميا. بلقيس لم يرد هناك اي نقش كتب باسم بلقيس، ولم يرد هناك اي نقش يعود للفترات الزمنيه التي تزامنت مع نبي الله سليمان بن داود في القرن اللي هو العاشر قبل الميلاد فترته، ومسلم فيه. لكن فترة اللي هو القرن التاسع، الحفريات التي وصلت لها القرن التاسع قبل الميلاد لم تصل إلى القرن العاشر حتى تكون هناك دلالة أو شيء يشير لنا بملكة سبأ، لكن لدينا مصدر عظيم وهو القرآن الكريم، وهي أني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا القرآن يقول امرأة، ولم يسميها باسم بلقيس، ولكن العوام وكثير من المصادر والروايات تذكر بلقيس بلقيس. في الإصحاح وما ورد، لن نتطرق لهذا الشيء لأنه ورد في الإصحاح، والإصحاح نعرف ما 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 حدث فيما بعد، لكن النقوش لم يرد فيها أي تسمية لبلقيس إطلاقا، بل ورد امرأة ملكة حكما، وأيضا ورد في القرآن الكريم إني وجدت امرأة أتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وفيما معنى القرآن الكريم بأنها استشارت، يعني وأمرهم شورى بما بينهم، يعني كانت تستشير أيضا. قالوا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وفيما معنى أنهم تم التشاور ما بينهم، وتفسير في القرآن الكريم بأنهم قد وصلوا إلى وصلت ملكة سبأ إلى نبي الله سليمان بن داود، وانتهت في 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 وصولها إلى 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 نبي الله سليمان بن داود، ولكن استمرت المدينة في المملكة فيما بعد بملوك من أبرزهم وأقدمهم الملك سمح علي نوف، والمكرب أيضا كرب يثع عمر، والمكرب كرب الوتر، وانتهت فترة المكاربة، ثم ظهرت فترة الملوك، لأن مملكة سبأ ثلاث فترات، فترة المكاربة ثم فترة الملوك ثم الفترة الأخيرة التبابعة، وهي الفترة التي سبقت الفترة الإسلامية، فترة تبابعة مملكتي سبأ وذريدان وحضرموت ويمنت وعربهم طودا وتهمن، هكذا اللقب الملكي الطويل كان يستمر إلى أيام ما جاءوا الأحباش وقضوا على هذه المملكة، وجاء ديننا الإسلامي الذي عزنا الله به
حتى هجرت مأرب وهجرت كثير من المدن وانضمت كثير من الجماعات في تلك الفترة تحت راية الإسلام وزادت الفتوحات الإسلامية فيما بعد تلك الفترة. ولكن ظلت المواقع مهجورة إلى أن بدأت تنقيبات الأثريبية. هذا هو معبد أوام بصوره الشبه البيضاوي والذي تتقدمه بوابة من 8 أعمدة، وهذه هي الصالة تسمى له بهو الأعمدة. هذه الصورة قديمة، صورة مأخوذة عام 2002 من أيام البعثة الأمريكية لدراسة الإنسان التي عملت في الموقع، لكن صورة هذه عندما عملنا في الموقع وكان وقتها أيام نزولنا الميداني لدراسة المواقع، لأن كانت فترتنا يسودها نوع من القصر الفترة الزمنية ونزابق الزمن مع دورة اليونسكو لتسجيل الملفات، والتمر ببروسيس طويل حتى أن احنا كنا نسابق الزمن، وجاءت في موسم أمطار، يعني لعلكم تشاهدوا يعني بعض الأرض يعني كانت ممطورة في وقت أخذنا لهذه الصورة. في هذه الصورة الذي تحدثنا عنها اللي شاهدناها قبل قليل، هذا كان مطمور، لكن في هذه الصورة لا، هذا هو المكان. ونلاحظ أن هذه الزخارف المعمارية هي في بهو أو صالة الأعمدة لمعبد أوام. ارتبطت أيضا بالمعبد السلطة السياسية، وخاصة في عهد المكاربة على الأقل، حيثما رمز للسلطة الدينية والسياسية بمعبد أوام. وذكرنا بأن معبد أوام هو المعبد الذي كان يتم فيه تنصيب الملوك ما بين مدينة مارب وما بين معبد أوام، الذي تلاحظوا جزء من ما تم الكشف عنه في هذه الصورة. أيضا وثقت النقوش أسماء كثير من الحكام الذين حكموا، وكانوا من أبرز هؤلاء الملوك هو الملك يدعي الدرح بن سمحل. نسمي هذا الملك بأنه هو الملك المعماري الذي أول من وثق اسمه على الأسوار، بما معنى راح أمشي قليل معكم على ترجمة هذا النقش، وهو حرف الياء والدال والعين والألف واللام، وهو يدع إيل، وهذا الدال والراء والحاء، يدع إيل ذرح بن، هذا باء وهذا النون، بن سمة سين ميم هاء وسمة علي، هذا العين وهذا اللام وهذا الياء، مكرب سبأ. هذا النقش موجود على السور البيضاوي الذي لاحظناه قبل قليل لمحرم بلقيس أو معبد الشمس يسميه العوام، لكن هو معبد أوام الذي كان يعبد فيه الإله إلمقة. الآن راح ننتقل إلى جزء آخر وهي المقبرة، مقبرة معبد أوام. نعرف بأن المقبرة أنها منشأة دينية، وهي المكان الذي كان يقبر فيه الملوك أو الحاشية أو كبار رجال الدين والدولة والسياسة والإدارة والتجارة، كانوا يقبرون بجانب المعبد. قاموا ببناء لهم مقبرة جهة جنوبية لمعبد أوام، تقدر مساحتها بحوالي 1.7 هكتار مساحة المقبرة، وهي مقابر ملكية مشادة بشكل مشيدة بشكل هرمي، لها أشكال مستطيلة حوالي 8.3 × 7.7 متر، وهي هذه التي تلاحظوها بهذه الغرف التي ظاهرة بشكل متوازي ومتقارب. وتبين من خلال بأن تحليل ودراسة النقوش التي وجدت على واجهات المقابر أن هناك نظام معقد كان يتم لحيازة القبور وتقسيمها، حيث كان التقسيم يتم على حسب أفراد الأسرة والقدرة البشرية الشرائية للشخص الذي يجب أن يدفن في مقبرة معبد أوام. وهذا كل ما يقبر الشخص بجانب معبد أوام كل ما زادت قداسته، كل ما كأنه قبر بجانب مكان مقدس كما يعتقدون ما قبل الإسلام، وكل ما زادت قوة الشرائية للرجل أو للشخص تاجر أو رجل له مكانة تجارية إلى جانب أصحاب رجال الدين والدولة كان يقبر في هذه المقابر. هذه السلالم التي كان يتم النزول عليها أثناء تأدية طقوس الدفن، حتى طقوس الدفن كانت هناك طقوس دفن مختلفة عن الطقوس التي نعرفها. هذا شواهد القبور كانوا يرسموا وجوههم المتوفين على واجهات المقبرة، وهذا أحد الوجوه لإمرأة كان موجود في أحد الأحجار، راح أوضح لكم وين وجد هذا الواجهة للتمثال، وهذه واجهة شواهد القبور داخل المقبرة. هذه أحد الصخور التي تتقدم البوابة، بوابة الدخول. لاحظوا عظمة العمارة ومتانتها واستمراريتها. اليوم في العمارة لا يضمن لنا المقاول سواء 100 سنة، يقول لك افتراضي يعني 100 سنة في المناطق الساحلية، وفي المناطق غير الساحلية مثلا 120 سنة، فعمر افتراضي للمنشأة المعمارية. وأبرز المعماريين ربما أنا كنت أدرس مادة تاريخ العمارة ونتحدث عن العمارة وتاريخها، يفترض 100 سنة. هذه صار لها إلى الآن حسب النقوش اللي هو بداية القرن 3 والـ2 الميلادي إلى اليوم، أي تقريبا 1800 عام لبناء هذه المنشآت. نمشي لكي لا نطيل. الوجه الذي لاحظناه هو الذي كان يوضع هنا، لأنه كان يرى بأن الوجه هو ما يعرف الإنسان في شاهد القبر،
وكان يتم نحته من الحجر المرمر الألبستر، نعم، ويوضع في شاهد القبر هنا. ولكن للأسف الشديد أن شواهد القبور هذه تدمر بشكل كبير جدا. نحن نناشد العالم ونناشد أخواننا بالتدخل معنا حقيقة لحماية هذه المواقع، ورح نأتي لها في نهاية هذا العرض إن شاء الله تعالى. لاحظوا زخارف في بعض المنشآت المعمارية يسموها اللي هو التصميم. اليوم المهندسين يصممون منشآت قبل أن يعرضها على المقاول المنفذ. هنا كانوا يصممون المنشآت على الأحجار، يرسمونها ويعطى للمعماريين للتنفيذ. وهذه النقوش كانت تؤكد وتوضح جزء من هذه الأعمال المعمارية. هذه الزخرفة لواجهة بوابة الملك عمدان بن بين يهقبض، هكذا اسمه ورد. حكم هذا من سنة تقريبا 65 إلى سنة تقريبا، أو من بالأصح من سنة 60 أبعد قليل إلى سنة 70 ميلادية. هذه فترة الملك عمدان بين يهقبض، وهو سلام، وهو الملك الذي بنى هذه البوابة. لو نلاحظ هذه الزخرفة هي عندما تم الكشف. هذه الصورة أقدم وهذه أحدث. هذه الصورة من الأرشيف المؤسسة الأمريكية طبعا للتوثيق العلمي، دكتور زيدون زيد، دكتورة مارلين فيليبس هي التي قامت أو واصلت أعمال الحفر. دكتور منير يعرف مارلين فيليبس، وهي أخت العالم الأمريكي ويندل فيليبس الذي نقب في مدينة مأرب عام 1952، توفى وخلفته أخته مارلين فيليبس، واصلت البعثات حتى توفيت، ويقود الآن هذه المؤسسة دكتور زيدون زيد. هذه عندما تم الكشف عن البوابة، بوابة الدخول للملك، الملك عمدان بين يهقبض، وثقوا هذا الحدث في هذا النقش. لو الأطفاء يعني ممكن أقرأ لكم هذا النقش وأحول لكم إلى العربي لكي تعرفوا أو تصل لكم فكرة عظمة هذه البوابة. إلا للأسف الشديد بأن المدينة تفتقد، المعبد اليوم يفتقد لكثير من الحماية والتسوير، أدى إلى دخول العوام والعابثين بتكسير هذه البوابة الجميلة. للأسف الشديد لو نلاحظ الجزء هنا مكسر، وراح أعرض لكم صورة بشكل أوضح، ولكن هذه الصورة من حيث النقش الموجود على البوابة. طبعا هذا النقش عندما انتصر هذا الملك في أحد حروبه، عاد إلى معبد أوام وقدم بناء معماري وفتح بوابة جديدة، وقدم هذا البوابة بهذه الزخرفة برؤوس الوعول. لو تلاحظوا الوعول هذه من الحيوانات المقدسة لدى الإنسان السبعي القديم. طبعا هذه البوابة التي من واجهة أخرى، لاحظوا هذه الزخرفة اللي لاحظناها قبل بشكل مقرب، وهذه الزخرفة التي هذه البوابة من هنا، وهذا الباب الآخر في هذا المكان. بهذا المكان كان يوجد تمثال لفأرس يمتضي صحوة جوادي، وهي رمز الانتصار. عندما عادوا بناء هذه البوابة وضعوا عليها تمثال هنا على شكل رجل يمتضي فرسه. هذه هي الأرجل التي تبقى. كان يمثل على شكل الفارس الذي يقتل الحصان، ولكن لا يوجد في هذه الفترة لهذه المعالم، في خاصة اللي هو ما يتعلق بمادة البرونز. مادة البرونز مادة بدأوا العابثين يكسروها وينهبوها، ويحدث الذي لا يسعدنا ولا يسعدكم. كما تعد أيضا نوافذ وهمية. الزخرفة لقاعة البهو للمعبد قديما كانوا يتم زخرفتها بهذا الشكل وكأنها نوافذ اليوم، وتسمى هذه النوافذ الوهمية التي لا تعبر خارج، بل أنها نوافذ وهمية، وهي من بين الشكل الجمالي لواحد أو لبهو اللي هو الأعمدة. تتزين هذا البهو بأكبر مكتبة للنقوش العربية القديمة، وهي التي تلاحظها أمامكم. هذه أيام نزولنا الميداني، وهذه الصورة قبل طبعا، وهذه الصورة أيام نزولنا الميداني لدراسة المعبد. وتعتبر هذه المكتبة من بين أقدم المكاتب المكتوبة على الحجر المنقوشة، وهذه أيضا من بين المميزات. ويعرف الأخوة والزملاء الدكتور منير والشيخ إبراهيم والدكتورة هبة من بين القيمة العلمية الثانية اللي هو مكتبة معبد أوام في النقوش. نعم، هذا المعبد الثاني وهو معبد برآن، والذي يسمى عند العوام باسم عرش بلقيس. عندما تأتي إلى واحة مارب وأنت سائح تسأل العوام أريد أن أذهب إلى المعبد، معبد برآن، لا يعرف معبد برآن، يقول أين ذهب، عرش بلقيس ولا المعبد؟ لأن العوام عندهم هذه التسميات، إلا أن النقوش هي تسميه بمعبد برآن، لكن العوام أنا عاملينها بين قوسين كعرش بلقيس، على أساس إذا أحد زار الموقع يسأل بعرش بلقيس، أما علميا وضمنيا فقد يكون هو بهذا الاسم معبد برآن. هذا المعبد يسموه عرش بلقيس لأنه يعتلي منصة عالية جدا، وهي أطول الأعمدة تصل لحوالي 6 متر وأكثر،
الست الأعمدة بهذا الحجم، وهذه هي المنصة التي ترتفع الأعمدة، ويقول لها عرش، وهي ليس عرش بل أنها معبد، معبد برآن. يقع معبد برآن في الوسط فيما بين معبد أوام وما بين مدينة مأرب، ويقع المعبدين في الجنة الجنوبية، والتي وردت في النقوش بمعنى يسران، الجنة الجنوبية من ري الواحة الزراعية في معبد في واحة مأرب. هذا هو أيضا تسمية المعبد، معبد برآن، قد ربما معرف لماذا سمي معبد برآن. المكان الذي بني عليه المعبد هو اسمه هو برآن، بما معنى أنه مكان مقدس أصبح قبل أن يتم بناء المعبد عليه. وهذه دلالة على أن الأماكن التي كانت تبنى فيها المعابد كان المكان مقدسا قبل أن يتم البناء عليه، بما معنى أوام اسم المعبد، معبد أوام. وقد ذكر الدكتور يوسف محمد عبد الله رحمه الله عليه، واحد علماء الآثار الذين تحدثوا عن الموقع، أنه سبق البناء، تسمية الموقع سبقة البناء، وأوام من الأوى والإيواء والالتجاء. نعم، هذه صورة أيضا للمعبد من زاوية أخرى. وذكر أيضا لدى العوام بأنه هو عرش بلقيس، والتي لم يرد ذكرها في النقوش إن اسمها قد ارتبط بالنبي الله سليمان ابن داود. هذه صورة حديثة جوية للمعبد، وبالتالي يصبح المعبد من بين المعابد التي وثقتها النقوش بأنه قد ظهر في بدايات الألف الأول قبل الميلاد، وقد كانوا يتعبدون في هذا المعبد في بداية الألف الأول قبل الميلاد، أي ما معنى قبل 3000 سنة من الحاضر اليوم، والتي تحمل سمات ثقافية مميزة، تخطيطها وطبيعة عناصرها المعمارية ودقتها واستقامة زواياها المعمارية، والتي كانت أيضا أو المنطقة المحيطة بالمعبد كانت أيضا جزء من الواحة القديمة التي كانت يرويها سد مارب القديم بمعنى الجنة اليسرى أو الجنوبية تسمى يسرا. هذا هو المخطط المعماري لمعبد برآن، وله منصة تعتبر هذه المساحة 62 متر في 75 متر، وهي المساحة التي تلاحظها اليوم في هذا المكان. وقد بني أيضا هذا المعبد من الأحجار البلق، وهي الأحجار الجيرية، والبلق هي أحجار جيرية، وقد وردت تسمية هذه الأحجار باسم بلقا، وردت في النقوش باسم بلقا، واليوم يسموها البلق. النون في اللغة اليمنية القديمة للتعريف زي الألف واللام في اللغة العربية، وقد ورد بلقا أي معنى البلق، لو نعود نحذف النون ويبقى الألف واللام سمي البلق، وسميت الجبال باسم البلق من تلك الفترة. أيضا هذا صورة مقربة لمن يقول أنه عرش بلقيس، وكان هذه الأماكن التي تلاحظوها الآن والإضاءة تسمح لنا أكثر بأن هذا المكان الذي كان تضع عليه تماثيل استقبال الزوار للمعبد، وكل من كان يقوم بخطيئة يتعبد إلى المعبد ويقدم قربان ثم يقدم تمثال، وكانت أجمل التماثيل توضع في هذه الأماكن التي المصاطب في السلالم الحجرية أو أعمدة التي تكتلف السلالم الحجرية على اليمين واليسار للدخول إلى المعبد. هذه البئر المقدسة داخل المعبد، البئر في هذا الحوض ثم يصب الماء إلى هذا الحوض ثم إلى الحوض الآخر، وهذا على شكل جمال الميزاب، على شكل رأس الثور، الثور والعوعل من بين الحيوانات التي لها حضور وزخارف معمارية منتشرة في معابد مملكة سبا. أيضا هذه صورة أيضا أخرى للمعبد، ومعبد أقيم على أو يترتفع 6 متر، ارتفاع العمود حوالي 8.2 متر، ويعلو كل عمود تاج مسنن، وهذه الأعمدة قد كانت هي سقف للقاعة التي تلاحظوها هنا، يصعد المتعبد مع هذا السلالم ثم ينصدم بالأعمدة لضخامتها. ونعرف اليوم حتى المنشآت الحديثة اليوم دائما ما يكون جمالها وضخامتها في أعمدتها، وهنا الأعمدة، ثم يدخل من بين هذه الأعمدة إلى بهو أو مكان قدس الأقداس في هذا المكان لتقديم القرآن، وكان هنا سقف يحيط بهذه المنصة، سقف ثم يتم الدخول إلى داخل من بين الأعمدة. هذه الأرضيات عملتها البعثة الألمانية مع الألماني للآثار ADA أي اللي هي في عام 2002 عندما تم فتح المعبد للسياحة، إلا أن عندما تم الكشف عن هذه الأعمدة لكم أن تتخيلوا بأن هذا العمود عندما تم رفعه بالكرين بالونش لإعادة ترميمه لم نجد أي مادة رابطة لبقاء في هذا المكان على القاعدة، بل كان ينحت بمقدار 5 سنتي بحدود الإطار الخارجي لقاعدة العمود ويوضع مباشرة، وظل واقفا إلى أن جاءت البعثة ورفعت هذه الأعمدة وعادت وضع لها قواعد البيس للعمود. تلاحظون هنا قواعد حديدية، من لأنهم حاولوا يعيدوه على مكانه بالونش أكثر من حوالي 5 أيام
كبار المهندسين الألمان حضروا لإعادة وضع الأعمدة على ما كانت عليه، لم يستطيعوا، لأن بعضها قد بدأ فيه الميلان، وحاولوا أنهم يرفعوا هالعمود وعيدوه، لكن وجدوا القاعدة فقط أنه يظهروا على حوافها نحت بارز، وقاعدة العمود نحت قائر في أفش القاعدة، إلا أن عندما تم وضعها لم يستطيعوا تثبيتها، وأعادوا لها هذه القواعد من حديد الاستيل الذي لا يصدأ ولا يبلى مع الزمن. طبعا هذه أحد البوابات الخارجية إلى الواحة التي كانت تستخدم من الداخلين للمعبد من مدينة مأرب. هذه لازالت الأشجار الزراعية حول المعبد وتؤثر في الرش وفي الأملاح على مواد البناء، وخاصة أن السور الخارجي من الطوب اللبن والسور الداخلي من المواد الجيرية، والجيرية أحجار رسوبية، والأحجار الرسوبية هي أكثر تفتحا وذات مسامات تستقطب أو تستجلب مياه الأملاح وتؤدي لسامح الله إلى تفتتها. ونحن في صراع مع أهالي هذه الأرض بأن يبعدوا عن المعبد بقدر الإمكان، لو يعلموا عظمة هذا المعبد لما تركهم السبائيون أن يقتربوا منه حتى مئات الأمتار. نعم، نلاحظ هذه الموائد قرابين، هذه أحجار لموائد القرابين، كانت تقدم القرابين وتوضع على هذه الموائد، وكان القرابين كانت هي من الحيوانات، وكان أبرزها الوعول والثيران والغزلان، الحيوانات البرية، وهذا أيضا المستأنسة، الرقنام، الضأن، الماعز وغيرها، وكانت تقدم القرابين وتؤكل على هذه الموائد، كانت تؤكل على هذه الموائد من قبل رجال الدين والكهنة في المعبد والطقوس الدينية. هذه أيضا قواعد الأعمدة اللي تحدثنا عنها قبل قليل، ولكن هذه قاعدة لعمود صغير، هكذا يوضع العمود، يؤتى بالعمود ويوضع، هذا ترفع العمود في الوقت الحالي تجد أن هذه قاعدته، لا نعرف ما هو التوازن الذي كانوا يعملوا عليه ولا أي دقة هندسية معمارية توصل إليها السبائيون في وضع الأعمدة على هذه القاعدة. هذه هنا نحت القائر لأرجل آدمية لوضع تماثيل، لكن أين التماثيل هذه لا ندري، لكن هذه قواعدها الحجرية ما زالت في معبد برعان. هذه المسننات، هذه الأعمدة، وهذه هي المسننات التي كانت تزخرف أعالي النقوش لعظمة الداخل ما بين هذه الأعمدة التي ترتفع 8 متر بوين 30 سنتي، قطعة واحدة من حجر البلق. ربما نسب قليل في عملية كيف يستخرجوا الأحجار من الجبل وكيف تصل إلى هنا سليمة بدون الكسر. كان يتم قص الأحجار في الجبل على شكل خط في البداية، ووصلنا إلى موقع المحجار الذي كانوا يستجلبون منه الأحجار، وكان يوضع الإزميل على أزاميل بشكل متساوي في المسافات، ويطرق الإزميل ثم ينغرس في الصخر، ويبدأ بضربه الشخص في الأمام وفي الوسط وفي النهاية بنفس الوقت من الطرفين حتى ينفلق كسرة واحدة، وتبدأ عملية اللي هو التشذيب بالزوايا ثم التهذيب ثم التنعيم، وتحمل على حيوانات الحرب والنقل آنذاك، ونعرفها حيوانات الحرب والنقل الجمال والخيول والبقال والحمير أكرمكم الله وغيرها من الحيوانات اللي صخرها الإنسان لجر مثل هذه الصخور من المحجارة إلى المعبد. راح ننتقل إلى سد مأرب، عفواً ربما أني أنا مشيت بشكل سريع. سد مأرب القديم، نعم، هذا سد مأرب وهو المنشأة الخامسة من بين ما تبقى من المواقع اللي نتحدث عنها. هذا هو المصرف الجنوبي، كان يتم بناء المصرف على الجبل مباشرة على جبل البلق، نحتوا قواعده في الصخر مباشرة لتمكين هذا المنشأة، منشأة الري الضخمة على الصخر مباشرة حتى لا تؤثر عليها الماء في سحبها، لأنها هي البوابة، هي المصرف اللي بيصرف الماء هذا الوادي. وهذا السد الحديث الذي بني في الفترة المتأخرة تحدثنا عنها، هذا السد القديم. السد القديم أسفل السد الحديث بحوالي 2 كيلو متر، لكن من خلال الدراسات الجيومورفولوجية والدراسات التضاريس بأن السد القديم قد أقيم في أضيق نقطة فيما بين الجبلين، والسد الحديث تم اختياره أيضا خلال إعادة تأهيله في هذا المكان على أساس يتم حماية السد القديمة، أيضا كان جزء من بين أهداف إنشاء السد حماية اللي هو ما تبقى من السد القديم لمملكة سبع. طبعا هذه خريطة صممها الألمان أيضا لأحد الزملاء العلماء الألمان اللي هو برونر، أولي برونر، دكتور منير ربما يعرفه، رجل يشتغل في النظام الري القديم، ريجيشن سيستم،
يشتغل عمل هذه الخريطة وعمل إعادة تصور للجنتين. تلاحظوا باللغة الإنجليزية نورث ساوث، يعني الواحة الشمالية، هذه الواحة الشمالية، هذه مدينة مأرب القديمة سيتي أوف مأرب، هنا السد القديم اللي هو حاجز السد جريت دام، اللي هو حاجز السد، هذا النقطة وهذه النقطة، هذا السد الذي يأتي من المناطق المرتفعات وينصدم بحاجز يصل إلى هنا المصرف، المصرف اللي هو الجنوبي الذي يغذي اللي هو سورث واسس، الواحة الجنوبية يغذي هذه الواحة الجنوبية كاملة، وهذا معبد برآن وهذا معبد أوام. مدينة مأرب في الواحة الشمالية، وهذه إعادة تصور لأشجار النخيل والواحة التي كانوا يعيشوا فيها السبيل، هذه عاصمتهم وهذه معابدهم التي كشف عنها. ولكن في الواحة معابد ومواقع أثرية ما الله به عليم من خلال دراستنا الاستقصائية، وهذا قد لا نصرح به للعوام، لأن العوام قد تأتي تزور موقع، إذا وصلنا إلى موقع نزوره نأتي من بعد بكرة ويجينا خبر بأنهم قد تعرض للحقل العشوائي، ونتحاشى حتى الزيارة الميدانية للمواقع تفاديا لسلامتها. نعم، واحة مأرب طبعا وصفت النقوش، نقش شرف الدين اللي هو رقم 18 والسطر الثالث، والنقش أيضا فخري عن الدكتور رقم اللي هو 17 السطر الثالث، جنتين بصيغة المثنى سريهما بمعنى واديهما، واديين. الجنة اليمنى الشمالية تقدر مساحتها بحوالي 3750 هكتار وتسمى أبين، هذه الواحة الجنوبية، هذه القناة التي تأتي من المصرف اللي هو الشمالي، هذه الواحة اللي الشمالية وقد عرفت بمعنى أبين في النقوش، قدرت مساحتها من خلال العلماء الري 3750 هكتار، مساحة اللي هو الجنة اللي تلاحظوها الآن أو الضفة الشمالية من سد مأرب القديم. ننتقل إلى الجنة الجنوبية، هذه جبال البلق، وهذا هو المصرف، يبدأ هذا الطمي الذي يرتفع الآن لأكثر من حوالي 18 متر، تراكم الطمي على مدى اللي هو آلاف السنين. هذه هي الواحة اللي هو الجنوبية، وسمت في النقوش بمعنى يسر، وصلت حوالي 5700 هكتار، أكبر من الواحة أو الجنة الشمالية. الجنة الجنوبية 5700 هكتار، وهي أكبر لأنها منطقة مفتوحة على المنطقة الصحراوية والجنوبية لمأرب، ولهذا يفيض ماءها بشكل منحدر، حتى الدراسات التضاريسية والمورفولوجية أثبتت هذا الشيء بأن الجنة هذه أكبر مساحة من الجنة الشمالية. هذا السد، وهذه إحدى الزون الخرائط التي عملنا عليها، هذه المصرف في هذا المكان، صورة جوية من خلال الخرائط، وهذه هي المنطقة الخاصة بالقناة، وهذه هي البرفوزون الذي تكون هي المنطقة الخارجية للموقع لسد مأرب. أيضاً هذا المصرف اللي هو الجنوبي اللي تحدثنا عنه قليل، الذي تفيض مياهه على الجنة الجنوبية، لن نطيل في الوصف لأن المحاضرة من أحب هنعطيها إن شاء الله تعالى على الـ PDF أو على السلايد، لا بأس. أيضاً برونر أجرى دراسات مورفولوجية، هذه صورة لسد مأرب القديم المصرف الجنوبي، نلاحظ هنا بأن هذه أحجار أقيمت على خروج المياه من هذا المكان، لاحظت في هذا المكان كان على شكل شبه دائري، تنصدم المياه في هذا المكان، وهذه أجريت يسمى علم الآثار التجريبي، كتبت الدكتوراه عن أنظمة الري، ومن خلال دراساتنا نجد في بداية الحارة أو السدود ما يشبه بهذا الشيء، يأتي الماء من قوة اندفاع التيار وينصدم بشكل اللي هو شبه دائري، ثم يتوزع يمينا وشمالا وتقليل من السيل القادم بقوة على المنشأة. هنا هذا سد مأرب، هذا السد الحديث الذي أنشئ أيام علي عبد الله صالح بتمويل من الشيخ زايد، وهذه القطع النباتي الكثيف ما بين السد الحديث والسد القديم. هذا المكان خروج المياه بتحكم، كان السد حاجز يحجز المياه في هذا المكان، وهذا المكان الذي كان يتم فيه فتح القناة متى ما احتاج المزارعين في الواحة يفتحوا لهم من هنا، كان نظام دقيق، وكان كل يوم أو كل أسبوع على سبيل المثال لإدارة الري من شخص آخر يدير الري ويوزع فيما بين الساكنين في الواحة. هذا المكان اللي هو كان ينحت في الجبل لتقليل اندفاع الماء على الحقول الزراعية لا يدمرها، ووضعوا له هذه الأعمدة المنحوتة وقرسوها في الصخر. لن نطيل، صورة أخرى لنقش مثبت، هذه دلالة على أن هذا النقش يعود إلى الملك سمح علي ينوف في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد، كتب هذا النقش في أسفل السد، وهذه دلالة على أن توثيق السد قد بدأ منذ أيام الملك سمح علي ينوف، وهذا موثق تاريخيا في أنه قد عاش في
في القرن الثامن قبل الميلاد. واضح. ايضا استمرت اعمال الري، لن نعرف ان الري بانه منشاه خدميه، وكلما استمر عمليه الري كلما قامت وازدادت له المملكه وتوسعت، الا انه استمرت في احد النقوش اللي هو الملك شرحبيل يعفر، نقش عاش في 450 ميلاديا، تلا ايضا من بين المرممين لسد مارب اللي هو ابرهه الحبش الذي ذكر بانه قد اعاد ترميم السد، حتى انه ابرهه الحبشي تلقب باللقب الملكي المعروف ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنة، حتى أنه وصل إلى لقب الذي كان يتخذه اللي هو الملوك التبابعة في مملكة سبا، إلا أنه ملك حبش. هذا اللي هو المصرف الشمالي وهو الذي يروي الواحة جنوبية، من هنا كان يتم هذا الوادي، هذا الماء تحيط في هذا المكان، ورفعوا المنسوب من شان المياه ما تفيض من هذا المكان بدون تحكم، ثم فتحوا لها قناة من هذا المكان وبنوا هذا المصرف، ويمشي مع هذه القناة، نلاحظ هذه القناة الرئيسية، ثم قنوات فرعية، ثم قنوات أقل منها فرعية، ثم الحقول الزراعية داخل كل واحة. نعم، هذه صورة من الأعلى من هذه الترميمات التي أجرها الألمان مشكورين للمعبد للسد. هذا هو الحاجز الذي شاهدناه من الأعلى، وهو الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 14 متر ويمتد بحوالي اللي هو 30 مترا، لكي المياه تسير على محاذاة هذا الجدار إلى أن تفيض مع القناة التي شاهدناها مرتفعة في الواحة. هذه عمارة السد، في العمارة هذه عمارة تسمى بعمارة الإسفين، تسمع عن عمارة الإسفين، وهو بروز الأحجار بشكل متناسق لكي يتم الترابط فيما بين العمارة. ظلت هذه العمارة هي العمارة التي صمدت أمام قوة اندفاع المياه وزخم المياه، لم تصمد إلا هذه العمارة. طبعا هذا عن تجارب زمنية طويلة مئات السنين، وليست مثلا فترة عمر إنسان وعمر إنسانين، لا، هذه مش هذه استمرت التجارب الذي عانوا منها السبائيون حتى توصلوا إلى أن هذا النمط المعماري هو النمط الذي يمكن أن يصد ويوقف قوة واندفاع التيار المائي في السد. هنا يعني أحد النقوش الذي وثقت هذا العمل المعماري بهذه الطريقة للإسفين في العمارة. نعم، هذه هنا كان يتم اللي هو وضع الأخشاب من خلال تسكير القناة، كيف يتحكموا في الفتح والإغلاق، كانت هناك صعوبة واجهتهم، ولكن كانوا يبنوا شكل شبه دائري، والشكل الشبه الدائري هو أقل كلفة ب 12% من الشكل المربع أو المستطيل للزوايا الحادة. ربما المعماريين هم أكثر خبرة من الوضع الحالي، لكن لي في العمارة القديمة طبعا متخصص، إلا أن الشكل الدائري هو أقل من 12 متر بشكل عام من الشكل الحاد. هذه الفتحات التي كان يتم فيها وضع مادة الحديد والرصاص، يتم صبه في هذه الأماكن لتثبيت القناة التي كان يتم له تسكير فيها، تعطى الأوامر لعامل الماء بأن يفتح وأن يغلق في أوقات زمنية متفاوتة، وبناء على الإدارة الري المنظمة في تلك الفترة، وهذه دلالة على أن هناك إدارة لشؤون الاقتصاد والسياسة وكلها كمملكة، وبالتالي يصل لها كل جوانب. هذه هي الأحجار التي كانت بهذه الثقوب لوضع اللي هو مادة الرصاص فيما بين اللي هو الصخور. هنا ايضا القناه الضخمه التي تمتد على اللي هو القناه الرئيسيه، ويصل امتدادها الان حوالي 600 متر، الا ان للاسف الشديد ان صاحب هذه المزرعه وقد اعطيناه الاخبار ان يحافظ على هذه القناه بقدر الامكان، لانها تعتبر ارث انساني للعالم واجمع، خاصه بعد ان سجلت الان تراث عالمي، نعرف معنى مواقع التراث العالمي انه صارت ارث انساني للعالم واجمع. ننتقل أيضاً لصور أخرى للسد للمصرف، هذه من الزاوية وهذه من الزاوية الشمالية وهذه من الزاوية من الخلف من الزاوية الجنوبية، وكانت تحول المياه على الجنة المعروفة بيسراً، وقد ورفقت وثق في نقش مسندي زبر على أحد النصوص التي وثقت هذه التسمية. هذه صورة للشكل الذي تحدثنا عنه قبل قليل الذي كان ينصدم به التيار المائي ليتوزع يمنة ويسراً للقناة عندما يتم فتحها، وهذه عندما يفيض الماء من هنا ينصدم بهذه الصخور لكي لا يأكل عليهم الصخر الطبيعي. لو طفح الماء للقناة عندما يتم فتحها على هذا المكان لطمس جزء من الصخر الطبيعي مع مرور الماء، ولكن وضعوا له هذه الخط من الأعمدة الصغيرة للتخفيف من حدة اندفاع المياه. هذه الصورة لها مقربة، وهذا النحت لها في الجبل،
هذه صورة للأعمدة مع الإشكال كاس الرسم مثل، وهنا أيضا لحبر الله في عجل. ننتقل للكشف الجديد الذي كشفت عنه البعثة الألمانية. تجري البعثة الألمانية بحوثات واستكشافات عن طريق بعض من الأجهزة منها الجي بي آر، تم الكشف عن سدود تحويلية أسفل السد. هذه السدود التحويلية وخلال مهندسين أن هندسة الري في بناء هذه المنشأة هي فريدة من نوعها، حيث جاء البناء ربما بشكل أوضح، هذه صورة جوية بهذا الشكل، ثم الصورة المعترض، ثم شكل آخر متناظر مع هذا الشكل. والتناظر في العمارة من الأسلوب الحديث، لازال تبع هذا الرسم للتناظر لهذا القناة، وهذا القناة الواجهة الدائرية، وهذا هو اللي هو الحاجز. لكن نأتي للحاجز بأنه يعتبر من بين أميز أنواع العمارة في مجال الري لصد السيول المياه للسدود التحويلية. هذه شفتوا العمارة بهذه الطريقة، تنصيب الحجار بشكل رأسي وليس أفقي، ويتم وضعها على شكل تدريجي، كلما ارتفع إلى الأعلى كلما زادت قوة وسماكة هذه المنشأة. هذا السد، هذه المنشأة الأخيرة، ما طلت عليكم، هذه المنشأة الأخيرة من المواقع للسجل التراث العالمي، وهذا سد جفينة. نلاحظ هذا السد، هذه صورة بالدرون، هذه سيارتنا عندما كنا نعمل. هذا السد يمتد، هذا السور إلى أن يخترق الوادي بهذا الشكل، وهذا السور يمتد إلى أن يصل إلى الحر البركاني في هذا المكان، وهذا يحوي السيول التي تأتي من الحر البركانية ليتم التحكم بها في هذا المكان. هذا وظيفته أيضا وظيفتان، وظيفة مع هذا السور وظيفة مع هذا السور لكي يحوي المياه القادمة. طبعا هذه هي الجنة الشمالية، لكن كانت السيول التي تأتي مع الفيضانات تدمر الحقول. بعد ما دمرت عليهم الحقول، حاولوا أن بالمثل الشعبي أن يضربوا عصفوران بحجر واحد، أن يقيموا هذا السد لزيادة المياه في الواحة والتحكم فيها. الهدف الثاني من البناء هنا تحويل المياه والتحكم فيها لكي لا تدمر الحقول الزراعية التي يعانوا في بنائها من فترة إلى فترة من الفيضانات. صورة أخرى أيضا لهذا، يعد سد جفين بين السدود أيضا التحويلية التي كانت تعتبر من بين القنوات التي السدود التي تدعم سد مهد. هذا هو البناء، هذا على شكل متدرج، الصف الأول الثاني الثالث، ثم يتم تغطيتها بالمراط المعروف بمادة القضاض. أثبتت مادة القضاض، السد هذا مؤرخ من خلال المواد العضوية في القضاض أنه يعود إلى الفترة التي سبقت الفترة الإسلامية بقليل، أي في الترميمات الأخيرة التي رمم فيها السد ما بعد الملك شرحبيل يعفر 450 ميلادية وما بعد، لكن ظل قائم بهذه الطريقة ومكشوف لعوامل التعرية طوال هذه السنوات. المادة الخارجية كانت من النورة، كانت من الجص اللي هو ما يعرف الجبس اليوم، كانت من مواد عضوية من الفحم، كانت تخلط معها حتى عظام الحيوانات القديمة، وكانت توضع في مادة وتملط بها الأجزاء الخارجية. ومادة القضاض مشهورة حتى في المنشآت الإسلامية للبرك والمآجل والكروف والسدود التحويلية التي ظهرت في الحضارة الإسلامية فيما بعد وانتشرت ولازالت أيضا موجودة. أيضا هذا هو المكان الذي كانت تتجمع فيه السيول لسد جفينة ويتم التحكم فيها، سيول قادمة من الحرة وسيول قادمة من الشعاب اللي هي توازي لسد مهل. هذا هو الفتحة لسد مهل، ولكن هناك شعاب من جبل البلد لا تصب في الواحة، حاولوا أن يتحكموا فيها من خلال إقامة هذا البناء. هذا هو الطمي، الطبقات الزراعية المتراكمة على مدى آلاف السنين، لكن الجريان الوادي فيها الآن أظهرها بهذا الشكل، والناس تبني هنا فوق هذه الطمي، يبنوا فوق الطمي ما يعرفوا بأنه تشكل مائي مع جريان السيول. ايضا هذا اللي هو الارتفاع، هذا السكيل متر، بما معناه انه يصل الى اكثر من حوالي 6 متر ارتفاع اللي هو سد جفينه. هذا الجدار الاوسط، هذه عدد رسم حاولت اضعه بالرسم على الاوتوكاد، اضع بشكل مبسط لكي نعرف بان جريان الماء والتحكم بها بهذه النقطه، ووضع ايضا مصدات للتحكم بالسد الذي السيل الذي قادم من الجهه الشماليه، وهذا منشور من الابحاث في أحد المجلات الحديثة. طبعاً هذا نفس الطريقة الذي لاحظتوها في سد مأرب، موجودة في سد جفينة في نفس القناة للتحكم. عندما نعمل مقارنة للعمارة نعرف أن المكان الأضيق هو المكان الذي كانت تحفر فيه بهذا الشكل للحدة لقوة اندفاع المياه والتحكم فيها بهذه النقطة. ما راح أطيل كثير إن شاء الله تعالى، هذه مواد البناء، هذا هو عمارة نعم.
هذه العمارة وهذا هو المواد البناء التي كان يتم بها حشو الأماكن الفارقة ما بين هذه طريقة العمارة بشكل أفقي ومن الداخل بشكل رأسي وتسمى بالمعاصم المعصم في العمارة. أيضا هذه صورة مقربة أخرى للسد الأعلى سد جفينة، هذه صورة أخرى للتقرير نعم أو رسم التقرير، وهذه أيضا من زاوية أخرى للعمارة تحتاج أيضا إلى تهيئة. حماية المواقع، ودنا نتحدث قليل عن حماية المواقع بشكل سريع جدا. نعم المواقع يعني تحتاج أيضا إلى الحماية من الموارد الطبيعية سيول، وتحتاج إلى حزمة نباتية للتصحر، وكذلك أيضا تحتاج إلى تأثيرات السيول على 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 السور، ثم أيضا تأثير الأشجار، أيضا تأثير النفايات والطرق حول المواقع الأثرية، أيضا معبد أوام يحتاج أيضا إلى إعادة توقيف الزحف الرملي حوله، يحتاج كذلك أيضا الآبار الموجودة إلى إعادة تسوير وتأهيل وحماية هذه الآبار القديمة، كذلك حماية المواقع العوامل البشرية أيضا من العبث الذي تعرضت له، أيضا حمايتها من البناء الحديث اللي تلاحظوه الآن، حمايتها أيضا من أراضي زراعية، حماية إدارية كمان تحتاج المواقع، نمشي خلاص النهاية، حماية قانونية أيضا نريد تفعيلها، نريد تفعيل الحماية الأمنية الرابعة، كان ودنا نسحب ولكن ربما الزمن يداهمنا. هذه بعض من الكتب الصادرة لنا في بعض من دور النشر عن مملكة سبا عفوا، ايضا هذا اللي هو الكلاف، وكان ايضا للمركز يعني حقيقه يعني دعم وتوجيه كبير يعني لتسجيل المواقع تراث عالمي، وهذه هي الجنتين اليمنى واليسرى لمملكة سبا. شكرا لحسن استماعكم وانصاتكم. العفو والله يبارك فيك. اعتقد يمكن بشكل او فيما اسئله من الحضور او اي استضاحات، طبعا الدكتور كان له دور كبير في موضوع تسجيل الملف والعمل مع المركز وايضا مع الورد مونيمنت فند على اعداد ملف الترشح لموقع معالم مملكه سبا ومدينه معالم، فالمجال مفتوح لو في اي استفسار. السفير اهلا بيه. شكرا للدكتور علي الحجيقة، كفيت ووفيت من حيث الشرح وكفيت أيضا الجدار في المادة. الحقيقة يعني المواقع الأثرية في مأرب تحت الأهمية كبيرة، كما يعني تؤرخ لفترة زمنية طويلة في شبه جزيرة العرب، وتعرضت فعلا لكثير من أعمال النهب والتخريب والإهمال، بعضها نهب يعني منظم قام يعني بعثات أجنبية، وبعضه يعني من المواطنين، أما نتيجة عدم المعرفة وأهمية هذه الآثار، والبعض الآخر يعني حاول أن يستثمر هذه المواقع من أجل الحصول على لقى وبيعها في الأسواق الخارجية، ولذلك الحقيقة كل هذه الأعمال يعني قائمة في اليمن حتى يومنا هذا، أعمال النهب، أعمال التخريب، أعمال يعني حتى التزييف وصلت إلى درجة حاول التزييف بعض الآثار وبيعها على أنها آثار يعني لقى في هذه المواقع. أعتقد أنه شيء طيب جدا أن يهتم المركز الإقليمي ومنظمة اليونسكو بهذه المواقع، وأعتبرها خطوة جيدة سجل، ولكن بحاجة فعلا إلى جهد وبحاجة إلى دعم من أجل الحفاظ عليها أو الحفاظ على ما تبقى، إضافة إلى أن ما ظهر حتى الآن ما هو إلا الجزء اليسير من هذه المواقع، لا زالت هناك يعني مواقع مطورة في الكلام وبحاجة إلى جهد لاستكشافها. شكرا. شكرا على حضورك وعلى دائما دعمك لأنشطة المركز، وطبعا يعني ما ذكر سعادة السفير هو دور هام، احنا فقط يعني ما دايما يقول ما بعد الادراج على قائمه التراث. نعم صحيح، الاهتمام برفع هذا المعلم من قائمه الخطر والعمل على توثيقه على الاقل بشكل يعني رقمي او بشكل منظم، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نتفادى العمل الخطر. صحيح، جميل جدا سعاده السفير، حقيقه احنا نشكرك يعني لحضورك اليوم معنا هذه الليله. ايضا احنا نناشد يعني
حقيقة للتعاون معنا في حماية هذه المواقع. هذه المواقع تتعرض يعني ولا زالت للبعض من التدمير المستمر في هذه المواقع، أن يقفوا معنا اليوم. هذه المواقع هي إرث للبشرية أجمع وللعرب على وجه الخصوص. نحن نطالب وقفتكم معنا لحماية هذه المواقع عن طريق المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في البحرين. المركز هو اليد الأمينة لأي تقديم يد العون في المواقع الأثرية الموجودة في معالم مملكة سبا وغيرها من المواقع في اليمن، ولكن معالم مملكة سبا لما لها من 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 إرث حضاري عمق قديم، أيضا أنها سجلت في الفترة الأخيرة على قائمة الخطر، يحتاج منا إزاحة الخطر بالوقوف معنا، والوقوف يحتاج منا في هذه الفترة إن شاء الله تعالى. الفترات القادمة نتفاءل خيرا إن شاء الله لبلدنا ونعم الأمن والأمان لجميع البلدان العالم العربي والإسلامي إن شاء الله. عرفني بلا عرفنا بلا حياك الله سيد. احنا تعرضت مملكة سبا وتونس من قبل الدول المتوفقة اللي لديها كم في اليمن 200 سنة، وثاني شيء يعني ما هي مواجهتكم لمن يقول ان يعتبر ان هذا الاداء هي شركيات او كفر او اشياء نعم وصلت السؤال بشكل جيد. بجاوب لأنه السؤال شقين، بجاوبك على الأول وبعدين بنجي للجانب الآخر. بالنسبة للمملكة المتوكلين، مملكة الأئمة الأخيرة، بالنسبة لحكم هذا الحكم فقد استمر صحيح لهذه الفترة الزمنية التي تتحدث عنها 200، لكن عندما نتحدث المملكة المتوكلة الأئمة من بعد الإمام يحيى وأحمد وبدر إلى أن قامت الثورة اليمنية للجمهورية اليمنية. في هذه الفترة حقيقة أنه المعالم كانت غير 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 مركز عليها في تلك الفترة التاريخية، غير مركز عليها، ولا كانت تأتي هناك لليمن إلا بعض من البعثات الصغيرة أو علماء أو باحثين أو موثقين يعني أو الذين يجمعون المادة، وكانوا هم الذين يعرفون بهذه المواقع الأثرية. لا، لم يكن للمملكة المتوكلة أي كشوفات أثرية تمت في تلك الفترة ابدا يعني، ووجودهم اصلا في مناطق الاثار خاصه اللي هي معروفه بالممالك العربيه القديمه، مملكه معين في الجوف وسبا في مأرب وقتبان في بيحان وحضرموت في وادي شبوه، كلها على مصبات الاوديه. هذه المناطق كانت بالنسبه لهم مناطق غير مرغوب العيش فيها لانها تصحر فيها وجفاف، كان لهم فقط اللي هو عامل على المدينه ولم يعلو عليها اي اهتمام. بالنسبة للسؤال الآخر فيما يتعلق على سبيل المثال أنت تقصد الجماعات الدينية ربما التي ترى بأن هذه الآثار بأنها لا يجوز الحفاظ عليها ومن هذه التجربة، هذه عفى عليها الزمن. أنا أرى بأنها مقولة، أن هذه الآثار هذه المقولة عفى عليها الزمن. هؤلاء عاشوا ما قبل الإسلام، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. الإسلام جاء ما بعد من هجرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه من بعثة حتى اليوم، من هنا اللي هو بدأ عصر الإسلام. ما قبل العصر الإسلام بلا شك لهم معابدهم ولهم دينهم، وهذا شيء يعتبر إرث تاريخي وعمق حضاري، وأن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا محمد وأختاره وأصطفاه من المجتمعات العربية اليوم في الجزيرة العربية، سبق ذلك إرث عربي وحضاري قائم على مثل هذه الممالك العربية المنظمة التي ساد فيها الاقتصاد والسياسة والإدارة، وكانوا ينافسوا الإمبراطوريات في العصر القديم، الإمبراطورية الرومانية والساسانية وغيرها من الإمبراطوريات التي سادت في تلك الفترة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثير من هذه المجتمعات التي كان لها إرث حضاري عظيم سبق في هذه الفترة، ولا يمكن أن نرى بأن من يقول بأن هذه الآثار ولا وغير مقبول خاصة حتى من الباحثين والكاتبين وأيضا حتى العوام بأن يقول بأن هذه التماثيل أنها جزء من مكان يعبد، بل هذا هما قبل الإسلام، أما ما بعد الإسلام فلا نعبد إلا الله الواحد القهار لا نشرك به شيئا. تفضلي. مسجد سليمان اللي تكلمت عنه وكان تحت اثر المعابد صح؟ معبد حرونة تقصد؟ نعم. هل كان مطابق للبلان؟ لان لاحظت المحراب كانه متوجه بالضبط في الكعبة صح؟ نعم. اتجاه الكعبة. نعم. هل معناته المعبد كان بالضبط في نفس اتجاه الكعبة؟ لا يعني اوكي 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 طبعا كانت الكعبه قبل الاسلام بعد ما زالت يعني لها قيمه نعم. فهاي من جزء الكومبوزيشن او الاورينتيشن. شغله ثانيه، اليمن ملكه سبا كانت مشهوره مثل ما قلتنا بالبخور فهل النبطيين كانوا جزء من الرحال
هم اشتهروا بالتجارة وهم كانوا بدو. نعم. بعد ما اكتشفت حديثة ان البتراء تمت عبر النبطيين يعني. نعم. بعدما الأنبار. صغر هي الأنبار. نعم. فهل هذا التكنيك بالسدود حسيت ان في استمرارية تقصدي؟ اوكي وصلت يعني وصل سؤالك. نعم. في كونكشن شوية يعني حسيت انها طبعا بجاوبك على السؤال الاول واختصارا للوقت. بالنسبه لتحديد اتجاه الكعبه نعرف انه ما تم تحويل الكعبه المشرفه لرسولنا وحبيبنا محمد الا في السنه الثانيه للهجره كان يتوجه الى بيت المقدس. السنه الثالثه ولا وجهك شطر المسجد الحرام فلو اني ان وجهك قبله ترضاها فولى وجهك شطر المسجد الحرام عند تحويل القبله. وكان في مسجد يسمى اولي القبلتين في المدينه المنوره ولعلكم تزوروا الذي زاروا المدينه هذا بعد تحويل القبله. اما بالنسبه للاتجاهات للمعابد فكانت تتجه الى الكواكب الثلاثه اللي هو القمر والشمس والزهره وهي ثالوث الكوكب المعروف في العباده الدينيه القديمه. اما بالنسبه للمحراب الذي ذكرتي فهو فقط بعد ترميم المسجد واخذ احجار المعبد القديم ووضع تاسيس المحراب. اي هذا السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني لموضوع علاقه الانباط بالسبائيون هناك فتره زمنيه وفارقه طويله فيما بين فتره الانباط وما بين السبائيون. الانباط منذ نهايه القرن او النصف الثاني من القرن الالف النصف الثاني من الالف الاول قبل الميلاد. اما بالنسبه للسبائيون فقد وردت الالف الثاني قبل الميلاد وهناك فارق زمني طويل حوالي 1000 سنه. احنا نتحدث ما نتحدث 100 سنه او 200 او قرنين هناك فارق زمني طويل. الانباط استمروا من منتصف اللي هو الالف الاول قبل الميلاد الى سنه 106 بالتحديد وهو العام الاسود في تاريخ العرب عندما وصلوا الرومان وسيطروا على شمال الجزيره العربيه وسموها بالولايه الرومانيه كما هي ولايه افريقيا وغيرها من الولايات في مصر وسميت ايضا بالولايه الرومانيه. هذول الانباط هذه فترتهم الذي عاشوا فيها. الانباط ورثوا التجاره عن العرب الذين سبقوهم وهناك ممالك مملكة دادان في شمال المملكة العربية السعودية اليوم ومملكة لحيان وتلاهم الأنباط بما معنى أن لحيان ودادان تعاصرت مع سبأ والأنباط جاءوا فيما بعد اللحيانيين والدادانيون والسبأيون وهم الذين ورثوهم الرومان. جهد جبار ونشكره عليه وهذا ليش طريق عليكم الحقيقة في المركز يعني تكون هو بمال علمية حظية وخلى بالأجيال هذا هو الإرث الذي يبقى في مكتب الأثار وهو الإرث الذي يكون في المركز التقليدي والتراث العالمي وزودتكم ببعض من المصدرات أيضا لكن تعودنا إن شاء الله تعالى أن تضع مملكة سبا من ضمن هذه المواقع إن شاء الله في الإصدار الجديد لكل الجزيرة. Thank you.